من جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح بأن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضتا لهجوم من طائرات من دون طيار مفخخة، وأضاف أنه نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8 تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة، وتابع بأن شركة أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي. وأكد وزير الطاقة السعودي استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع. وأكد الفالح أن المملكة تشجب هذا العمل الإرهابي الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي وتلك التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فقط، وإنما يستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.